هو احنا بنتكلم حاجه مش لغايه كويسه جدا دلوقتي، ان احنا هو برضه بنتكلم عن عدد جاليه مصريه هناك 6000 صح؟ لا امال قد ايه؟ بقول لحضرتك نعم يا فندم، ده نعم، المجموع كله ما بين طالب ومقيم. ما بين طالب ومقيم من المواطنين المصريين في اوكرانيا هم 6000 تقريبا. اهم اماكن تواجدهم او تمركزهم كانوا في خاركييف صح؟ طبعا كان في اكبر خاركييف عدد عندنا وكييف. موجود. كان في، لا طبعا عندنا كييف، خاركوف، دنيبروبتروفسك، كان عندنا ليفوف، عندنا فينيتسا، عندنا دول كتيره بس مدن كتيره، بس كان اكتر حاجه في الفتره الاخيره طبعا مدن الشرق اللي هي كانت خاركوف ودنيبروبتروفسك، لانها كان فيها عدد كبير جدا من الطلبه، فدي كانت مشكله جدا كانت بتواجهنا، وخصوصا في الحالات اللي حصلت التصعيد الاخيره دي، كانت أيوة. عمليه شويه مش ودول معظمهم دلوقتي اللي متجهين في القوافل لبولندا او رومانيا. بولندا ورومانيا، وعندنا كمان المجر فتحت وسلوفاكيا فتحت كمان، فعندنا 4 نقط مروريه ما بين اوكرانيا والدول المجاوره. حضرتك خرجت من كييف امبارح؟ احنا خرجنا من كييف امبارح بصراحه عواد الشريف، ولسه ما بنناش لغايه دلوقتي بدنا يعني. ربنا يقويك، الله يكون في عونك. انتوا خرجتوا يعني، لان اوصف لي بصراحه الوضع في كييف عامل ازاي دلوقتي؟ الوضع حاليا في كييف الحمد لله، هو ده كان سبب، بس الشباب كانوا امبارح قلقانين في موضوع التاخير بصراحه، وده كان شويه لاهداف امنيه، لذلك احنا سلكنا طريق اخر. كان اللي عموما عندنا السواقين او الناس اللي احنا نعرفهم بنسالهم احنا نمشي في اي طريق، هم يهمهم برضه ان هم يحافظوا على المركبات بتاعتهم طبعا من اي اضرار. فبصراحه احنا سلكنا طريق كان طويل شويه جدا علينا وعليهم بصراحه، بس يعني هو الطريق أمن. في العاده يعني بياخد نص الوقت، فكان في بصراحه كمان تامين معانا طول الطريق الحمد لله يعني كدليل، والحمد لله وصلنا على خير يعني، بس الحمد لله مرهقين. الكويس في الحاجه اللي احنا بنعملها يا استاذ شريف، بعد المشكله اللي كانت بتحصل ان المواطن او ابن جاليه يقف في صف في البرد، كان الموضوع بالنسبه لنا صعب جدا، فبصراحه كان في غرفه عمليات كبيره جدا مع الوزير نبيل مكرم، والحمد لله يعني قدرنا نتوصل لحل ان احنا، او فكره كويسه ان احنا ناخد الطالب من قلب اوكرانيا لغايه العاصمه كييف. الحمد لله كانت في رحلات الاسبوع اللي فات وصلت لغايه المطار، ودول كمان ان شاء الله باذن الله طالعين من كييف، ومش هينزلوا برضو الا قدام المطار ان شاء الله ببرند باذن الله ان شاء الله. الناس معاها ارقام تليفوناتك ومعاها ازاي يتواصلوا معاك ويتواصلوا مع الطقم اللي بيقوم بالمسؤوليه دي كلها؟ لانه برضو وصلتنا حالات انه مثلا ممكن يبقى في حد تعبان عيان ما قدرش ينزل مع بقيه المجموعات. الارقام دي بيتم تداولها ما بينكم وبين بعض؟ الارقام يا فندم منشوره على الصفحه الرسميه بتاعت البيت المصري، كلنا الاداره كلها ارقامنا كلها يعني، كل واحد معاه تليفونين، فاحنا بنرد على الناس كلها، وبنحط كمان ارقام السفاره وارقام الوزاره، وحتى الارشادات اللي بتجينا من مصر يعني الفتره ديت جالنا ارقام طوارئ، ان احنا لازم نبلغ كل طالب او مسافر بارقام الطوارئ للبلد اللي راح فيها. أيوة. يعني هم دلوقتي راحوا هناك، هم اوريدي في السفاره هناك عندهم، الاول احنا بنبلغ وزاره الهجره، وزاره الهجره والسفاره بيبلغوا السفاره اللي موجوده في البلد اللي هو راح لها، واحنا برضو بنعمل عمليه تامين بنديهم رقم الطوارئ بتاعت السفاره عشان نتواصل دايركت، يبقى في كونتاكت او اتصال مباشر من جميع الجهات.